امبارح طبعا كان اليوم السادس على منافسات بارالمبياد باريس 2024، وابطالنا العرب حققوا نجاحات كثيره، وطبعا بعثتنا المصريه اللي بتشارك في المنافسات الرياضيه حققت كمان نجاحات كثيره. يا مصطفى خلينا نتعرف على اخر اخبار البعثه المصريه هناك، كل ده هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا على الهاتف، الاستاذ سيد علي المحلل الرياضي المتخصص في الالعاب الاولمبيه. بعد التحيه يا استاذ سيد، بالتحديد منتخب البوتشا المصري صعد امبارح لربع النهائي في منافسات الزوج المختلط في البارالمبيات. كلمنا عن هذا التطور واثره ايضا على البعثه المصريه بشكل عام. صباح الخير الاول استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ بسنت، صباح الفل على كل المشاهدين، صباح الخير يا مصر. طبعا نقدر نقول ان دي المشاركه الاكبر في تاريخ البعثه المصريه في بارالمبياد باريس 2024. 54 لاعب ولاعبه بيشاركوا. طبعا الناس كلها بتسال الميداليات والمنافسه وكده، نقدر نقول بس هي اولا الرياضات اللي بنشارك فيها معظمها رياضات جديده زي التجديف مثلا، البوتشي نفس القصه برضو، مش كل الرياضات احنا متميزين فيها. بالتحديد منتخب البوتشي او منتخب البوتشي المختلط كسب امبارح مباراته امام منتخب البرازيل، فدي من الحاجات اللي هي دفعت المنتخب للتاهل لدور ربع النهائي لاول مره في تاريخه. المنتخب برضو النهارده هيلعب مع منتخب تايلاند اول مباراه في دور ربع النهائي، وهتكون اول مباراه في البعثه المصريه النهارده ان شاء الله. المباراه بالتحديد الساعه 11:30 صباحا هتنطلق يعني ان شاء الله في الدور ربع النهائي. بالنسبه لمنتخب البوتشي نقدر نقول ان ده من النتائج القويه للبعثه المصريه، انجازات البارالمبيات البعثه المصريه. اتفضل. بالظبط، فمعظم النتائج العامه لمصر يعني في مثلا نقدر نقول العاب القوه، نقدر نقول التجديف، نقدر نقول برضو الرياضات اللي انت دايما مش السباحه نفس القصه اللي احنا دايما ما كناش متواجدين فيها، ابطالنا قدروا ان هم يحققوا يا اما مركز سادس مركز سابع في الفاينلز وفي النهائيات. فده الحاجات اللي احنا نقدر نقول اتطورنا فيها. النهارده ان شاء الله وبالتحديد الساعة 2:35 دقيقة هيبدأ منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي أو ناش الرياضة المصرية إن شاء الله يقتصوا شريط مشاركتهم بمشاركة إناس الجبالي في وزن 41 كيلو جرام بإذن الله تعالى الساعة 2:35 دقيقة، وهو ده المنتخب اللي احنا دايما بنعول عليه في البارالمبيك، وهو ده دايما منتخب احنا متفوقين في الحتة دي قوي. بالظبط، هم متميزين فيها وهم رقم صعب بصراحه في رفع الاثقال البارالمبي، دايما هم الابطال ودايما هم اللي بيحققوا اكثر الانجازات. طبعا دوره الالعاب البارالمبيه الحاليه بيغيب عن المنتخب المصري اسطوره رفع الاثقال وافضل رباعه في او رباعه القرن في البارالمبيات، الكابتن طبعا فاطمه عمر نظرا لاعتزالها اللعبه. بقى ابطال تانيين يعني نقدر نقول ابطال جداد زي ايناس مثلا جبالي اللي هتظهر النهارده، وبرده طه عبد المجيد اللي هيلعب تاني الساعه 7:35 النهارده برده، ان شاء الله دول الاثنين الرابعين اللي هيلعبوا. بعد كده احنا بنشارك 13 رباع في رفع الاثقال البارالمبي، فهيكون هم باذن الله كلهم مرشحين لتحقيق ميداليات. نقدر نقول ان شاء الله هو يعني دي المنافسه الرسميه للبعثه المصريه باذن الله، وان شاء الله يقدروا ان شاء الله. طيب الخساره لسيد سيكا امبارح بربع نهائي منافسات تنس الطاوله، وكمان وداع اسلام رسلان وسماح عبد العزيز وعلا سليمان بدوره الالعاب البارالمبيه في تنس الطاوله، ايه اللي حصل في اللعبه دي؟ في تنس الطاوله البارالمبي نقدر نقول برضو ان عشان بس نوضح للساده المشاهدين، بيتم التنس الطاوله هو اكثر من فئه، بيتم تحديد الفئات وفق الاعاقه الطبيه لكل لاعب من فئه 11 الى فئه 1. 11 دي اقل اعاقه، وبتبقى في الاغلب الاعاقات الذهنيه، يعني اللاعب بيبقى قدامك ما فيهوش اي اصابه، فبتبقى معظمها يعني اعاقات ذهنيه، ثم الاقل يعني بعد كده 10 الى ان تاتي الى الفئه 1 اللي هي الفئه
الاصعب في الاعاقات، يعني ممكن تبقى الاعاقه بقى مفاقد القدمين مثلا او الدراعين، بيلعب مثلا بقه زي اسطورتنا طبعا اللي بيغيب برضه عن الدوره دي ابراهيم حمدتو، فبتبقى الاعاقات صعبه شويه. ولكن في التصنيف او في اللعبه عموما تنس الطاوله من الالعاب المميزين فيها دايما الاسيويين، ولكن سيد سيكا او سيد يوسف سيكا لاعب المنتخب المصري لتنس الطاوله البارالمبي ظهر بمستوى قوي في الدور ال 16، ولكن دي اول دوره بارالمبيه بيتم ان اللي يخسر يخرج على طول، خروج المغلوب من الدور، لا دي اول دوره يتم تطبيق فيها هذا النظام. عشان كده احنا معظم ابطالنا اللي خسروا خلاص انت بتخسر تودع. فده اللي حصل، انه كان الاول ما كانش ده الحال، ما كانش دي طبيعه الحال، تلعب اكثر من مباراه، يعني تلعب اكثر من مباراه عشان تضمن تواجدك في المباريات اللي بعد كده عشان تحقق ميداليه او تحقق نتائج كويسه. ولكن احنا طبعا برضو بنيجي قدام عشان احنا جاي من طريق افريقيا، فبتروح تلاعب دايما المصنفين الاوائل في الفئه بتاعتك. فانت بتلاعب يا اما تصطدم بلاعبين من كوريا الجنوبيه، يا اما من لاعبين من الصين، يا اما لاعبين اللي هم دايما، يعني نقدر نبني على نجاح سيد سيكا، عايز تقول كده بعد كده، لان هو يعني عمل اداء مشرف، نقدر بعد كده نستغله ان شاء الله في الدورات اللي كلهم وكل الابطال المشاركين كلهم بالمناسبه ابطال افريقيا. وسيد يوسف اصلا يعني نقدر نقول هو دي المشاركه الاولمبيه البارالمبيه الخامسه ليه، حقق انجازات كتير يعني الفترات السابقه، يعني وقدر يحقق ثالث عالم. يعني نقدر نقول ان هي انجازات يعني في المجمل للبعثه المصريه. طيب، بنبني جيل جديد مبشره. طيب احنا دايما بنقول ان احنا في الاولمبيات او البارالمبيات ما بنحصدش يعني الميداليات مبكرا، دايما بيجي نصيبنا في الاخر. العاب القوى اعتقد ان احنا احتل فيها عبد الرحمن شبيب مركز سادس في منافسات الوثب الطويل. تعليقك يا استاذ سعيد. عبد الرحمن بالمناسبه من اللعيبه القويه جدا، وعبد الرحمن من اللعيبه اللي قدموا مستويات نقدر نقول مستويات عالمية خلال الفترة الماضية. مركز سادس مش مركز وحش ليه هو، لا هو مركز قوي جدا، ومركز نقدر نقول من المراكز المتقدمة، وإن شاء الله الفترة الجاية ليه. هو ليس لاعب صغير في السن، فنقدر نقول إن هو نبني عليه الجيل الجديد، او ده النهج الجديد في اللجنه البارالمبيه المصريه خلال الفتره الحاليه. لان الجيل القديم اللي دايما كان بيفرحنا سواء في ريو دي جانيرو، في لندن 2012، في قبلها بكين، الجيل ده كله كبر، يعني الناس اللعيبه دي كلها كبرت، فبالطبيعي ان انت خلاص بقى بنعمل احلال وتجديد للجيل بشكل عام. فظهر عندنا زي عبد الرحمن طبعا في العاب القوى، ظهر عندنا زي ايناس في رفع الاثقال، ففي البعثه دي 40% منها كلهم جداد، وده الـ اول مشاركه بارالمبيه اليوم. ده ما كانش موجود مثلا في دوره بارالمبيه 2020 طوكيو، كان لا معظم الجيل كان كله اللي مشارك في الدورات اللي قبل كده. فالاحلال والتجديد اللي بيحصل خلال الفتره الحاليه هو اللي نقدر نقول عليه بنبني عليه عشان نعود تاني للتصدر. طبعا في دورات بارالمبيه حققنا فيها 13 ميداليه زي اثينا مثلا 2004، في دورات بارالمبيه حققنا فيها عدد كبير من الميداليات، فده دايما هو التارجت ان انت بتوصل ان خلاص طالما الجيل ده جاب كل اللي عنده، لا نعمل بقى جيل جديد. فمثلا عبد الرحمن لا ده لسه لاعب صغير، لسه لاعب شاب، حقق سادس بارالمبيك، ده نبني عليه بقى للمستقبل للوس انجلوس 2028، وبعدها ان شاء الله في استراليا 2032. طيب وبالنسبه لكره الهدف، يعني احنا منتخبنا خسر في كرة الهدف، فعايزين نعرف أكتر عن الموضوع ده. منتخب مصر كرة الهدف طبعا من المنتخبات، هو المنتخب لعب خمس مباريات، حقق مركز ثامن، ثمانية من في الترتيب العام. آخر خسارة طبعا كانت قدام المنتخب الفرنسي امبارح 6-8 للمنتخب الفرنسي. مشاركة منتخب الهدف جاية بعد غياب 34 سنة، المنتخب ما كانش بيشارك في البارالمبيات، دي اول مشاركه ليه وتاهل خلال الفتره الاخيره. نقول برضو المشاركه للمنتخب الهدف مش افضل حاجه
هي برضه المشاركه كانت متواضعه، ولكن ناخد بالاسباب العامه اللي حصل برضه، ان انت دي اول مشاركه من 34 سنه انت غايب عن الاجواء البارالمبيه بقالك سنين. الجيل الموجود كله في الملعب ده اول يعني اول مره يخوضوا التجربه دي، فطبيعي ان انت برضه يكون في عندهم رهبه، يكون في طبيعي مش متعودين على الاجواء البارالمبيه، مش متعودين على الظهور في هذا المستوى. طبعا المستوى بيبقى صعب، الاجواء نفسها بتبقى فيها رهبه طبعا اكيد، فالموضوع بيبقى مش اسهل حاجه، خاصه كمان هم لعبوا منتخبات قويه زي اليابان والبرازيل، فدايما الموضوع معاهم ما كانش برضو افضل حاجه في المنتخب كره الهدف. ولكن نقدر نقول ان المشاركه مش هنقول احسن حاجه، ولكنها برضو مش تراجع قوي في مستواهم، لا ده اول مره ليهم في البارالمبيك، فطبيعي. وبرضو المنتخب ده برضو من ضمن المنتخبات اللي بيضم في صفوفه اصغر لاعبين في البعثه، او اصغر لاعب في البعثه المصريه كلها 16 سنه، فبرضو صحيح. نقدر نقول ان هو نفس الريتم اللي احنا بنبني عليه خلال هذه الدوره. طيب استاذ سيد، نراهن على ايه الايام اللي جايه؟ ممكن يعني ناخد ميداليات في ايه تحديدا؟ ان شاء الله في رفع الاثقال باذن الله، ابطال والوناشين والربعين المصريين يفرحونا ويفرحوا الشعب المصري العظيم كله باذن الله خلال الساعات المقبله باذن الله. من النهارده احنا هنبدا رفع الاثقال ان شاء الله، ميداليات باذن الله تيجي ويفرحونا ويكون توفيق حليفهم باذن الله. طبعا احنا بندعمهم، هم كده كده ابطال فوق العاده يعني، وابطال في كل حياتهم، ابطال صحيح. تحدي وابطال اراده. ده حقيقي جدا. بنشكرك استاذ سعيد، الاستاذ سعيد علي المحلل الرياضي متخصص في الالعاب الاولمبيه، يمكن اديتنا وجهه نظر عن يعني ما يفعله الفريق المصري والبعثة المصرية في باريس من بطولات، واعتقد ان شاء الله هنشهد مزيد من الميداليات. اكيد.